غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. بسم الله. الو الو ايوه استاذ رحومه، كيف حالك؟ لعلك بخير. ممكن نعمل حوار ولا برضه كالعاده تحاول تلاقي يعني شيء عشان ان انت ما تتكلمش وشيء من هذا القبيل؟ انا بكلمك برنامج سكايب. سكايب زي ما انت عارف تطبيق ابلكيشن، تمام؟ فيا ريت يعني حضرتك. لا انا ايوه أنا لا أحب أن أتكلم مع حضرتك، مع رغبان الاحترام ليك. خلاص؟ مع احترامك بان صراحة في الاتصالات معاك، يعني ما تسيبني بأمي. تعالى تاني. متهم في قضايا جنائية وسرقة، وبعدين عشان ياخد يجلس في أمريكا، وبعد كده بقى في قناه مسيحيه زي ما انت شايف، وكل ما اتصل بيه اسلوبه سيء جدا وبيشتم شتيمه قذاره وبيقول لي ان انا بنتهكه، وانا بنتهك يعني مش عارف، يعني حتى اللفظ اللي بيقوله مش كويس يعني. فانا قلت يعني كل اسبوع يعني كده نحاول نتصل بيه ونطمن عليه يعني ان شاء الله. اللي بعد. مع تحيات اخوانكم في غرفه الحوار الاسلامي المسيحي. عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه، وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذن أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها؟